السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع حضرتك محمد عادل من شركة رياض للتصميم. دلوقتي هبدأ أشرح لحضرتك كيفية التعديل على محتوى الموقع وإضافة الإعلانات والتحكم في كل إعلانات وأخبار الموقع وإضافة الصور والنصوص في الموقع. عندنا هنا عندي هنا لوحة التحكم في الرابط ده. بدخل على الرابط ده وبكتب البيانات، تمام، اللي هي موجودة بالتذكرة، ثم بعمل دخول، تمام. بعد الضغط على دخول بين اني ليه ان انا كده صفحة الادمن، تمام، اللي هو الشخص المسؤول عن ادارة الموقع بشكل كامل، تمام. انا كل اللي باجي اعمله هنا ان انا هغير رابط او ادخل على كلمة لوحة المشرف، تمام، بيدخلني على الصفحة الرئيسية الخاصة بلوحة التحكم، واللي بقدر من خلالها أتابع الإعلانات والأخبار والصور والنصوص الموجودة بالموقع. بعد الضغط على أيقونة التعديل هنا بين اني على الصفحة الخاصة بالتعديل على الإعلان، أقدر أعدل على الإعلان بشكل كامل من حيث العنوان باللغة العربية والإنجليزية والتفاصيل برضه باللغتين، السعر، التاريخ أقدر أغيره، الميعاد اللي هيبدأ في المزاد، والدولة الخاصة بالإعلان والقرية أو المدينة، وعدد الكيلومترات والمواصفات كلها الخاصة بالإعلان أقدر أغيرها من هنا. كذلك ملف الفحص الآلي أقدر برضو أعدل عليه أو أغيره من هنا، مفيش مشكلة، تمام، من خلال تشوز فايل. ومن هنا برضو أقدر أعمل إعداد التعديل على الصور الموجودة للإعلان. كذلك أقدر برضو إن أنا أمسح الإعلان أو أضيف إعلان ومزاد جديد من خلال إضافة إعلان أو مزاد، الضغط عليها هنا. بيجي لي هنا ان انا املا البيانات الخاصه بالاعلان، العنوان والتفاصيل باللغتين والسعر والتاريخ وكل الاشياء الخاصه بالاعلان، تمام، وملف الفحص الالي من خلال تشوز فايل واختار الملف، وكذلك صور السياره وفيديو توضيحي خاص بالاعلان، كل ده اقدر اضيفه. بعد كده اضغط على اضف، تمام، ده بالنسبه للاعلانات او المزادات. كذلك الاخبار، طبعا الاعلانات اللي تم اضافتها بشكل تجريبي موجودة قدامي هنا، تمام. بالنسبة للاخبار السيارات اقدر برضو اغير او اعدل عليها من خلال عرض كل الاخبار هنا. هو بيجي لي طبعا الاخبار اللي تم اضافتها بشكل تجريبي بالشكل ده، ومن خلال الضغط على تعديل برضو اقدر اعدل على الاخبار الموجودة او اقدر امسحها او اقدر اضيف اخبار جديدة من خلال إضافة خبر.
واضيف عنوان الخبر باللغتين والتفاصيل الخبر باللغتين ومجموعة صور للسيارة الخاصة بالخبر ده، ثم الضغط على اضافة. تمام، كذلك اقدر اتابع كل العملاء من خلال ايقونة كل العملاء. هنا العملاء اللي هنا اللي تم تسجيلهم بشكل رسمي داخل الموقع، اقدر طبعا اشوف كل عميل واقدر اشوف البيانات الخاصة بيه او اقدر احذفه من الموقع. تمام، يعني تم تجريب التسجيل باكثر من اكونت وهمي على الموقع لتجربة الاكونت. تمام، واقدر انا برضو كمستخدم او عميل في الموقع اقدر اضيف اعلانات داخل الموقع، وده هنشوفه دلوقتي بعد ما نشوف الانتهاء من لوحة التحكم هنا والتعديل عليها. بالنسبة لمزودين الخدمات اقدر برضو اشوف مزودين الخدمات واللي هم الاشخاص اللي بيتم تسجيلهم بشكل رسمي بيكونوا مزودين للخدمة. اما هنا عند العملاء العاديين اللي بيشوفوا فقط يعني مزودين الخدمات دول الاشخاص اللي بتضيف الاعلانات و بيكون مقدمة خدمة داخل الإعلان. أما العملاء العاديين دول الأشخاص اللي بيقدموا بيشوفوا الإعلانات وبيتفاعلوا معاها، وممكن الأشخاص تتواصل مع بعضها ومع مزودين الخدمات. تمام، بعد كده المدن والدول اللي بيتم إضافتها داخل الإعلان. هنا أقدر أضيف مدن أخرى غير المدن الموجودة قدامي. تمام، ازاي ان انا هاجي هنا هختار الدولة. تمام، واسم المدينة اكتب اسم المدينة هنا داخل الكويت مثلا، واعمل اضافة هيتم اضافتها. تمام، طيب، واقدر احذف برضو دول من هنا من خلال الحذف، ايقونة الحذف هنا او اعدل عليه. تمام، السيارات وانواعها، انواع السيارات اقدر اضيف كل انواع السيارات، اختار هنا الماركة، عند كل ماركات السيارات هنا اقدر اختار منها او اعمل اضافة ماركة جديدة واضيف اسم الماركة هنا وهيتم اضافتها داخل هنا. ثم النوع الخاص بالسيارة اقدر اضيفها هنا برضو اضافة اصدار جديد. بعد كده معلومات الموقع، وده اخر جزئية بقدر اتحكم فيها في الموقع. هنا عندي الشعار الخاص بالموقع اللي موجود عندي في هنا في الواجهة او في الرأسية هنا، بقدر اعمل عليه تعديل. بعد كده عندي تحت هنا الاسم بالعربي مزاد السيارات اللي بيظهر عندي فوق في الموقع، واقدر اعمل عليه تعديل. رقم الهاتف لو في رقم تواصل واقدر اعمل عليه تعديل بعد التعديل عليه. المعلومات عنا اللي موجودة طبعا في تحت هنا في المعلومات دي. تمام، سواء باللغتين اللغة العربية والإنجليزية، الرسالة في صفحة من نحن برضو هنا نشوف في رؤية ورسالة برضو عندي هنا تعديل عليهم من هنا. تمام، الرؤية تحت اهي، وكيف أنضم تمام موجودة برضو عندي في كيف انضم هنا التعديل عليها برضو يتم من هنا. كذلك صفحة شروط الاستخدام وشروط التسجيل وسياسة التطبيق كل ده عندي. كذلك لينكات التواصل الاجتماعي موجودة عندي، واضغط على كل لينك فيهم واعمل تعديل بدون مشكلة. كذلك صور الواجهات اللي موجودة في اول الموقع، صفحة الاباوت مثلا هنلاقي الصورة دي داخلها. تمام، وصفحة كيف انضم التعديل عليها ممكن امسحها او اعمل اضافة هنا. كل اللي انا هعمله لو انا عايز اغير اسم مثلا اغير الصورة دي، باخد الاسم ده كوبي. تمام، ثم بختار الصورة اللي انا عاوزها من تشوز فايل واكتب اسم الصفحة ثم اعمل اضافة، هيتم التعديل على اسم على الصفحة دي بالصورة اللي أنا عاوزها. تمام، ده كده آخر أجزاء أقدر أعدل عليها داخل الموقع من خلال لوحة التحكم. طيب إزاي أنا كمستخدم أقدر أضيف إعلان عادي؟ هاجي هنا في الصفحة الشخصية أعمل تسجيل خروج
ادمن بيعدل على محتوى الموقع وإدارة الموقع بشكل كامل، وهعمل هنا تسجيل الدخول، وهدخل على اكونت كعميل باكونت الاكونت الوهمي اللي تم إضافته هنا. نجيب الادمن وبدخل بالاكونت كمستخدم عادي، اقدر اضيف اعلانات من الخارج بدون اي مشكلة، واتصفح الموقع بشكل كامل بالشكل ده، واقدر اشوف المزادات والاعلانات، او اقدر اضيف اعلان خاص بيا كعميل من خلال هنا اقدر من البيانات العنوان والتفاصيل والسعر وكل الاجزاء الخاصة بالاعلان اللي اقدر اضيفها. تمام، كذلك في الفيديو اقدر احط رابط يوتيوب من هنا، او اعمل رفع فيديو من على جهاز الحاسوب عندي من هنا. تمام، ثم اعمل دخول، وهيتم اضافة الاعلان بشكل كامل بدون اي مشكلة، زي ما تم اضافة الاعلانات الموجودة حاليا، وتقدر حضرتك كادمن تعدل على الاعلانات دي. كده شرحت كل الاجزاء الخاصة بالتعديل على المحتوى الموقع. لو في اي مشكلة او استفسار ممكن حضرتك تتواصل معنا على التذاكر، وهيتم الرد على استفسار حضرتك في اي وقت. شكرا على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.